الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وضم مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة. مدبولي يعقد اجتماعا لبحث المشكلات التي تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا. ومركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله اليوم، والاتحاد الأوروبي يقر خفضا طوعيا لاستهلاك الغاز بنسبة 15%. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، كما اجتمع الرئيس السيسي في اجتماع آخر مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، صرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي 1 مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا. تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصناديق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الست الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب من الضعف. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكدا على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. We'll be right back.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية القطرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة أطر زيادة التعاون مع الجانب القطري في عدة مشروعات استثمارية من خلال طرح عدد من المشروعات الاستثمارية وتبادل الزيارات بشأن بحث الفرص الاستثمارية والشراكات بين الدولتين. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي ودعم مسيرة البحث العلمي في مصر، وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التعليم العالي وعدد من المسؤولين. وتطرق الاجتماع إلى إنجازات الجامعة في إطار منظومة البحث العلمي، حيث حققت نشرا علميا ملموسا من خلال 1550 بحثا منشورا على المستوى الدولي منذ عام 2007، كما فازت بالمركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية في النشر الدولي خلال الفترة من 2019-2021. كذلك فازت بالمركز الرابع في التصنيف العالمي على الجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتصنيف كيو اس. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث المشكلات التي تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا. وخلال الاجتماع اطمأن رئيس مجلس الوزراء على متابعة الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بقوائم الانتظار، حيث وجه بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل مركز 57357 العلاجي المهم، مؤكدا ضرورة أن يستمر في تقديم الخدمة للمواطنين كصرح طبي متميز. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين. وأوضح المتحدث العسكري بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة استمع إلى شرح تفصيلي تناول أسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التي تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة، وبما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعسكري والبدني لضباط الصف المعلمين. وأعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصي للإطمئنان على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد. كما التقى الفريق أسامة عسكر بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقا لأحدث المعايير العالمية في منظومة التأهيل العسكري لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته. هذا وأدار الفريق أسامة عسكر حوارا استمع فيه للآراء والاستفسارات نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي. وصلت قوات حرس الحدود جهودها للتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. وتمكنت قوات حرس الحدود بناء على معلومات مخابراتية، تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تكثيف حرس الحدود لجهودها خلال الشهر الجاري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربتي دفع رباعي يستقلهما ثلاثة مهربين مصريي الجنسية، عثر بحوزتهم على 1800 كيلوغرام من مخدر الحشيش و150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع و2800 طلقة مختلفة الأعيرة
وست خزن أنواع، كما تم ضبط 262 هاتفاً محمولاً مختلف الأنواع وطائرة بدون طيار. كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجاري، وبالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة، أعمال التفتيش والتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة، والتي أسفرت عن ضبط 31 متهماً، وبحوزتهم 2 طن حشيش. و70 كيلوغراماً من مخدر الهيدرو، و32 كيلوغراماً من مخدر الأفيون، و3822 هاتفاً محمولاً، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 12 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 جوالاً من الحجارة المخلوطة بالذهب، و13 عربة أنواع مختلفة، وعدد 3 لودر، بالإضافة إلى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية ل927 فرداً من جنسيات مختلفة. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية، للحفاظ على الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع للجمهور وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أغسطس. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المتميزة، وحققت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 353 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 211 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 57 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 717 قطعة سلاح ناري، أبرزها 68 بندقية آلية ورشاش، و87 بندقية، و27 مسدساً، و534 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و85 خزينة، إضافة ل1118 قطعة سلاح أبيض.
وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 436,042 حكما قضائيا، من بينهم 1511 حكم جناية و155,752 حكم حبس و215,778 حكم غرامة و63,001 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهماً قاموا بارتكاب 23 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 62 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 95 متهماً، كما تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 912 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 61.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 171.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 21 كيلوغرام، وضبط قرابة 7 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى أكثر من 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 10,352 قرص مؤثر و1198 قرص ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 14 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيهما بقرابة 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 449 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 108 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تمكنت الوزارة من ضبط قرابة 9 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، تم ضبط أكثر من 99 طنا. وتمكنت الوزارة من ضبط 630 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 162 قضية خبز ناقص الوزن و157 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد تداول القمح المحلي. وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، ويتضمن البروتوكول العرض التلفزيوني لمسرحيات الدولة وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة لإبراز دور وزارة الثقافة في دعم الفن الراقي واكتشاف المواهب وترسيخ الهوية المصرية. كما تستعين الشركة في أعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة وعمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الإعلامية لهذه العروض لتشجيع الجمهور على حضورها. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في إطار التشاور حول مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال التعاون المتميز القائم بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما تجلى في مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع السنوي الأخير للمنتدى الذي عقد بمدينة دافوس السويسرية في شهر مايو الماضي، والذي تضمن في شق منه برنامجا خاصا حول الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها وتترأسها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية عن التقدير لدعم المنتدى الاقتصادي العالمي للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 وحرصه على نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة.
وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث صرحت وزارة الدفاع الروسية أن مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية بموجب الاتفاق الأممي سيبدأ عمله اليوم. وأضافت الدفاع الروسية أن مهمة المختصين الروس داخل المركز المشترك هي حل جميع المشكلات اللازمة لدخول المبادرة مرحلة التنفيذ العملي. وبحسب الاتفاقية الأممية، سيقوم ممثلو المركز المشترك بتفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من أجل منع نقل الأسلحة والذخيرة. توقع النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني أن تصل صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل القريب. وأضاف أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من نحو 1.5 مليون طن في أغسطس المقبل. انفراجة مرتقبة لأزمة الغذاء العالمية إثر الإعلان عن توقيع اتفاق روسي أوكراني برعاية الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب. اتفاق يأمل الطرفان الروسي والأوكراني في دخوله حيز التنفيذ، وينتظره العالم لتحقيق انفراجة وتقليل حدة الأزمة العالمية فيما يتعلق بتوافر الغذاء وأسعاره في البورصات العالمية. وزارة الزراعة الأوكرانية قالت إن صادراتها من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل القريب. وعلى الجانب الآخر، تنتظر روسيا فتح الباب أمام صادراتها الزراعية إلى العالم رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا. وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة لبرنامج الأغذية العالمي بأن الاتفاق الروسي الأوكراني قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الغذاء على المستوى الدولي، لكنه حذر من أن الاتفاق وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو نفذ تنفيذا فعالا. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية، فإن أزمة الغذاء العالمية ليست أزمة أسعار فحسب، مشيرا إلى أن الصراعات والتغيرات المناخية وجائحة كورونا ستستمر في إبقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة. طالب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأمم المتحدة بضرورة الوفاء بالتزاماتها بشأن صفقة الحبوب المبرمة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بإزالة القيود غير المباشرة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وأشار بيسكوف إلى أنه من السابق لأوانه تقييم صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا. وكان بيسكوف قد أعلن أمس أن استهداف مواقع في ميناء أوديسا مرتبط بالبنية التحتية العسكرية، ويجب ألا يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال. وأضاف بيسكوف أن هذه الضربة العسكرية مرتبطة حصريا بالبنية التحتية العسكرية ولا تتعلق بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب. قرر الاتحاد الأوروبي تجديد عقوباته على روسيا لستة أشهر أخرى حتى نهاية يناير 2023. ويشير القرار، وهو إجراء اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى العقوبات التي تم فرضها لأول مرة عام 2014، وتم توسيعها بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي. توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية. وعقدت دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز. هذا ومن المقرر أن تخفض مجموعة غاز بروم الروسية الإمدادات إلى أوروبا اعتبارا من غد الأربعاء، مما يمثل تهديدا لاقتصادات مثل ألمانيا والتي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعددا من الدول الأوروبية، اتهمهم بعرقلة المفاوضات بين موسكو وكييف. وأكد لافروف في تصريحات له خلال زيارته الحالية لأوغندا أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا لإنهاء العمليات العسكرية الحالية، لافتا إلى أن المحادثات التي لم تشهد أي تطور منذ آخر اجتماع بين الجانبين نهاية مارس الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 40 من المسلحين الموالين للجيش الأوكراني على حد قولها في هجوم صاروخي روسي بالقرب من إحدى القرى في منطقة دونيتسك.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إن ضربات أخرى طالت كتيبة للمدفعيات الأوكرانية، مما أفقد الكتيبة نحو 70% من قوتها هذا، ولم يرد تعليق من وزارة الدفاع الأوكرانية حول هذه الأنباء. تعرضت مناطق جنوب أوكرانيا لقصف روسي استهدف ميناء ميكولايف وقرية ساحلية قرب أوديسا حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية. وتأتي الضربات الروسية رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية لتحقيق أمن غذائي عالمي عبر 3 موانئ في أوديسا. أعلنت روسيا أنها ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024. وقال الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف إن بلاده سوف تتخلى عن المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024 على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية، مضيفا أن بلاده تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية وسوف تفي بجميع التزاماتها تجاه الشركاء. من جانبها قالت روبين جاتنز مديرة المحطة الفضائية لوكالة ناسا إن نظرائها الروس لم يبلغوا رسميا عن أي نية من هذا القبيل، كما هو متوافق عليه بموجب الاتفاقية الحكومية الدولية للمحطة. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي في 2022. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على وقع ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد في الولايات المتحدة والصين، محذرا من أن الوضع قد يتدهور. وخفض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن توقعات الاقتصاد العالمي تقديرات إجمالي الناتج المحلي للعام للناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2%، أي أقل ب4 أعشار النقطة من توقعات أبريل الماضي وحوالي نصف المعدل المسجل العام الماضي. قالت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا أنها تقوم بإلغاء ما يزيد على 1000 رحلة طيران قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية، مقرر غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف. وأضافت لوفتانزا أنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت، أغلبها كانت مقررة غدا الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونخ. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده لن تتخلى عن أمن القارة الأفريقية ودعم شركائها الأفريقيين. وفي كلمة له خلال زيارة للكاميرون قال ماكرون إن أوروبا تتعرض للهجوم من قبل البعض الذين يقولون إن العقوبات الأوروبية هي سبب الأزمة الغذائية العالمية ومن ضمنها الأفريقية، مضيفا أن هذا خطأ حيث أن الغذاء أصبح كما الطاقة سلاح حرب بيد روسيا. في إطار التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والسعودية، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تخطط للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم بما في ذلك منطقة شرم الشيخ، إضافة إلى استثمارات ضخمة في مصر. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروع نيوم هو عبارة عن منطقة اقتصادية ضخمة بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار، يستهدف أن يتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وسيتم
سيتم تمويله جزئيا عبر طرحه للاكتتاب العام في 2024. وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من المدينة ستبلغ 319.39 مليار دولار، وأن نصف هذا المبلغ سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة. أكدت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء الوطني على الدستور التونسي أن إجراءات عملية الاستفتاء اتسمت بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها. وأشارت جامعة الدول العربية أن البعثة لم تشهد أي اختلالات من شأنها التأثير على سير عمليات التصويت، كما لاحظت أن الناخب التونسي كان قادرا على التصويت بشكل حر، وأن إجراءات عمليات التصويت جاءت وفقا للإطار القانوني. وستصدر البعثة خلال الفترة المقبلة تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها. تبدأ بعد قليل أعمال مؤتمر الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس للإعلان عن نتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، وكان التونسيون قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد أمس الاثنين. بدوره قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة. أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من الإصابات بجدر القردة في الإقليم إلا أنه لا يزال معرض للخطر. وأضاف المنظري في مؤتمر للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه يتم العمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب. فقبل بضعة أيام أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في عدة بلدان بوصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا، وفي إقليمنا سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب. ونحن نأخذ هذه الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقا دوليا على محمل الجد، ونتعلم من الدروس المستفادة من استجابتنا لمرض كوفيد-19. وعلى الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في إقليمنا، فإننا لا نزال عرضة للخطر، ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب، وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة. وقبل بضعة أسابيع قدم إقليمنا مجموعات أدوات تشخيص لجدر القردة في التوقيت المناسب ولله الحمد إلى 20 بلدا لتحسين التأهب وسد الفجوات في القدرات الحالية للترصد والكشف. تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ المنيا أسامة القاضي أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز العدوى. وتفقد الوزير والمحافظ إنهاء الأعمال الخاصة بمدرسة الجهاد الإعدادية بنسبة 100% للأعمال الإنشائية، كما تفقد إحلال وتجديد وحدة الإسعاف وحدة طب الأسرة بقرية الجهاد. هذا وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا يستهدف في المرحلة الأولى 5 مراكز بإجمالي 32 وحدة محلية. انتهت أعمال الإنشاء بنسبة 100% في مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بمركز جرجا في محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويتكون المشروع من 3 طوابق، حيث يوجد في الدور الأرضي مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، بينما يحتوي الدور الأول على سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وبريد. أما الدور الثالث فيوجد فيه وحدة محلية ومجلس محلي ووحدة تضامن اجتماعي.
أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية مرسى حميرة بشلاتين بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 61 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما أجرت 17 فحصا معمليا وخمس أشعات وسونار، بالإضافة إلى 11 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. في إطار تعزيز مصر لعلاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، استقبل وزير الطيران المدني محمد منار وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي على رأس وفد عراقي رفيع المستوى. تناول اللقاء بحث آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوي، كما تطرقت المباحثات لسبل تنشيط الحركة الجوية وشحن البضائع والتعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات، إلى جانب الصيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين الجانبين. استقبل وزير الطيران المدني محمد منار سفير اليابان لدى مصر، حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني وفتح أفاق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية. وأعرب وزير الطيران عن تقديره للتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني، حيث يتم حاليا إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية، والذي يأتي ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري. ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر بين البلدين في مجال صناعة النقل الجوي، حيث أكد أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، وتعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومتطلعا إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين. انطلقت فعاليات المنتدى الثاني للطاقة المتجددة في أفريقيا، والذي تنظمه المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بالقاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وتستضيف مصر هذا الحدث في إطار دعمها للمبادرة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر كوب 21 في باريس عام 2015، كما أن مصر هي عضو في مجلس إدارة المبادرة، وتشارك في المنتدى حضوريا وعبر الإنترنت وفود رفيعة المستوى ووزراء من أفريقيا وأوروبا ونقاط الاتصال في المبادرة. الحقيقة المؤتمر ده يعني بيدي لمصر الدور الرئيسي في يعني تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في أفريقيا. الحقيقة ده اجتماع في إطار عدد من الاجتماعات اللي بتعقد على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا لمتابعة تنفيذ مبادرة الطاقة المتجددة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 21 في باريس في 2015. المبادرة دي بتستهدف تركيب حوالي 300 جيجا وات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 و10 جيجا وات بحلول عام 2020، واللي تم فعلا الهدف الأولاني. مجلس الإدارة أو المجلس القائم على هذه المبادرة هو مجلس رئاسي يتكون من الخمس أقاليم الأفريقية، شمال وشرق وجنوب ووسط، وكل إقليم له رئيس يعني مختص يعني هو يمثل هذا الإقليم. فمصر مش بس هي كانت الرائدة في هذا الإنشاء هذه المبادرة، ولكن أيضا هي تمثل إقليم الشمال. عندنا طبعا حاليا الرئيس ناميبيا وهو يمثل إقليم الجنوب هو الرئيس الحالي للمبادرة لأنها بالتناوب. افتتحت أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز صملو بالمنيا. وتعد نقطة المسار التي تم افتتاحها واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة، حيث مكثت بها العائلة المقدسة مدة ثلاثة أيام في إحدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة في القرن الرابع الميلادي. هذا ويأتي افتتاح نقطة المسار بدير جبل الطير تتويجا للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار، للإعلان عن جاهزية مصر لاستقبال وفود السياح من جميع بقاع الأرض للتبرك من هذه الأماكن المقدسة. وقعت مؤسسة الأهرام الصحفية اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الوطنية لإنشاء وتطوير أول ناد استثماري اجتماعي رياضي بالقاهرة الجديدة.
ويقدم النادي العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومنها منطقة المطاعم وصالات الجيم وحمامات السباحة وأماكن الترفيه الرياضي للأطفال، مع مركز تجاري، إضافة لإنشاء شركة متخصصة لإدارة النادي بشكل استثماري يضمن له التطوير المستمر وتعظيم الاستثمار. بنعمل النهاردة يعني أول مؤسسة صحفية النهاردة يمكن في العالم كله تدخل في مجال النشاط الرياضي ويبقى تبقى عندها نادي، وده الحقيقة مش بعيد عن نشاطنا. يعني بعض أحيانا ممكن يقول طب الصحافة، لا، أنت النهاردة أنت بتتكلم على مفهوم متكامل لبناء الإنسان المصري، الصحافة الثقافة والرياضة جزء من مفهوم متكامل الإنسان المصري. الصحافة كمهنة مهنة مكلفة جدا، ويمكن احنا مسكنا في فترة صعبة جدا وهي فترة كورونا وفترة الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا نتيجة لهذا الموضوع ان فيه الفجوة دي بتزيد لان الاعلانات بتقل، فاحنا بدانا ان احنا نفكر لازم انا عندي اصول ثابته. المؤسسات الصحفيه دايما انا بقول ان هي غنيه باصولها الثابته، ولكن لازم الاصول الثابته ديت لازم تستغل. بالاضافه ان الموقع المتميز نفسه للمشروع هو موقع متميز جدا في القاهره الجديده، في موقع من اهم المواقع، لكن التجربه بتاعت يعني شخصيا في التعامل مع الاهرام في ظل ادارتها الموجوده والتعامل كان موضوع فيه فكر استثماري عالي جدا الفتره الماضيه. احنا بنتعامل برضه مع الاهرام، الاهرام براند نيم كبير في كل الاحوال، هو اسم كبير مرتبط بحاجات مهمه جدا في البلد عندنا. احنا قادرين نبني على الاسم ده وعلى الكريدت اللي موجود بتاعه في السوق ان احنا نبني منه ان شاء الله يعني مستقبل جاي جدا للمشروع ده ان شاء الله. والان مشاهدينا نتحول الى جولتنا الاقتصاديه. الجوله الاقتصاديه وميرفت المليجي، لك ميرفت. شكرا يوسف، شكرا ايه، واهلا بكم مشاهدينا مع اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات أصبح هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطار جهود الدولة في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج. جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وتضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري. وفي هذا الصدد كشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري تحسنا كبيرا، وأنه يواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، مستعرضا أداء الميزان التجاري في الفترة من عام 2014 إلى عام 2021، حيث سجل نحو 39 مليار و800 مليون دولار عام 2021 و41 مليار و100 مليون دولار عام 2020. أظهر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2022 و2026، وأشار مركز المعلومات إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال هذه الفترة إلى نحو 100 مليار دولار، وحددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بنحو 14 مليار دولار، وذلك مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التجارة توقيع محضر أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة. وفي غضون ذلك أشارت وزيرة التجارة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الهندي للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين. وقالت الوزيرة إن اللجنة التجارية المشتركة تعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، استشراف مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجال الأمن الغذائي. بحث وزير البترول
البترول والبيئة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. وقد تناول الاجتماع جهود فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز. وأكد وزير البترول أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسون للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر بهدف عرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض أحدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق في ظل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على تخطيط المنطقة الصناعية في وسط سيناء، وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص ما يعادل 329 كيلو 200 ألف مترا مربعة كمنطقة صناعية بوسط سيناء. وأعلن المحافظ خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار والمنعقدة بالمحافظة أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات، من بينها قطاع يخصص للصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكميلية للصناعات الثقيلة والصناعات المتنوعة، وأيضا قطاع آخر يخصص للصناعات الثقيلة، ويخصص مكان ثالث لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوع بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين والعرب. وقد ارتفع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات ونصف المليار جنيه، ليغلق عند مستوى 627 مليار و782 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9237 نقطة، ليغلق عند مستوى 9350 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.22 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1824 نقطة، ليغلق عند مستوى 1845 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 1.16%. كما افتتح أيضا مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2672 نقطة، وأغلق عند مستوى 2704 نقاط، ليرتفع بنسبة 1.2%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية. ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و88 قرشا شراء و18 جنيها و96 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و12 قرشا شراء و19 جنيها و21 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و62 قرشا شراء و22 جنيها و72 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و14 قرشا شراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع. نتحول مشاهدينا إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتسجل نحو 1727 دولارا للأوقية. ومحليا، استقرت أسعار الذهب، ليسجل الذهب عيار 18846 جنيها، عيار 21987 جنيها، عيار 24 سجل 1128 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 7869 جنيها. نتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت فيها الإدارة أنها ستبيع 20% أو مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجية، وذلك ضمن قرار أعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط. وكانت واشنطن قد أعلنت في أواخر مارس أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة 6 أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجية المخزن، وذلك بهدف العمل على تهدئة الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط ومشتقاته.
انتعشت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه ليغلق على انخفاض. وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.8%، كما جنى المؤشر القطري مكاسب بنسبة 0.6%. واختتم المؤشر الرئيسي في دبي التعاملات مرتفعا بنسبة 0.4%، في حين انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لآية ويوسف، إليكم. شكرا لك مرفت. إدراك الأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، أعلنت وزارة الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022. وأشارت الوزارة أن الحركة تأتي مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية. وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي. أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي أن واشنطن ملتزمة بأمن المياه في مصر. كما أكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم تسوية بشأن سد النهضة. وكان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي قد التقى أمس مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأمن المائي في مصر وسد النهضة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. والآن نتعرف على أخبار الرياضة. نعود في جولتنا الرياضية إلى ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا مرة أخرى يوسف وآية، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. اختتم المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 تدريبه الأخير قبل مواجهة نظيره الصومالي غدا الأربعاء في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. وافتتح منتخب الشباب مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني ضمن منافسات المجموعة الرابعة. فاز إسترن كومباني على مضيف المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع إسترن كومباني رصيده إلى 24 نقطة في المركز 16، بينما توقف رصيد المصري عند 31 نقطة في المركز 10. وفي البطولة نفسها حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة وضيفه سيراميكا كليوباترا. بهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز 13، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 33 نقطة في المركز 9. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يحل الأهلي ضيفا على مصر المقصة في الجولة 27. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف بيراميدز فريق البنك الأهلي، بينما يلتقي سموحة مع المقاولين العرب. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن ضم نوردي موكيلي لمدة 5 مواسم قادما من لايبزيش الألمانية. ويلعب موكيلي في صفوف لايبزيش منذ عام 2018، حيث شارك مع الفريق الألماني في 146 مباراة وسجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 آخرين. نهاية أخبار الرياضة وعودة ليوسف وآية، إليكم. شكرا مرفت.
تحل اليوم ذكرى وفاة الأديب توفيق الحكيم الذي رحل عن عالمنا عام 1987 عن عمر ناهز 88 عاما. أسهم الأديب الراحل خلال مسيرته في إثراء الأدب المصري من خلال مسرحياته ورواياته وقصصه التي ساعدته على أن يصبح أحد أهم رواد الأدب العربي الحديث. والآن نتعرف على حالة الطقس. أخبار الطقس وميرفت المليجي، لكن ميرفت مرة أخرى. شكرا يوسف وآية، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة على معظم الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، اسكندرية 33-24، مطروح 30-22، بورسعيد 34-24، الإسماعيلية 38-23، السويس 36-23، العريش 34-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-27، الأقصر 41-27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 36-26، وأخيرا حلايب 34، والصغرى ستكون 26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا، وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها.
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وضم 1 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة. مدبولي يعقد اجتماعا لبحث المشكلات التي تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا. مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله، والاتحاد الأوروبي يقر خفضا طوعيا لاستهلاك الغاز بنسبة 15%. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال متواصلة مع حضراتكم والإعلامية دينا عبد الكريم. مساء الخير دينا. مساء النور عليكم. محظوظ أنا. مبسوطة أن يكون معكم النهاردة وكل فريق نشرة التاسعة. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكل فريق نشرة. بنكمل مع حضراتكم حلقة برنامج التاسعة ونبدأ حالا برنامج التاسعة.